بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل عن الملابس، ملابس الأطفال التي توجد عليها رسومات حيوانات وصور أناس، والجواب لا يجوز أن تباع هذه الملابس سواء كانت ملابس أطفال أو رجال أو نساء، لابد أن تكون خالية من صور ذوات الأرواح ومن الكلمات الخبيثة ومن صور الصليب والدشات، والله المستعان. غرباء غرباء. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء.